الحمد لله الكريم الخالق الفرد العظيم منزل الذكر الحكيم مرسل نبيه بالصلاة صبيان أكبر الشيم يواب صلوا عليه وسلموا أعداد ما هم أحرموا من سيرته تتعلموا حب الوطن والتضحيات صبيان أكبر الشيم يواب يا عماننا للعز دوم راياتنا فوق الغيوم تلقيننا حل اللزوم شبان تطرب للممات صبيان أكبر الشيم يواب حنا رجالك من نشوش حن كلنا لجل الجيوش أصغارنا مثل الوحوش ولا الاسود الضاريات صبيان أكبر الشيم يواب حن فخرنا غابر تليد انشد وياتي كل اكيد حكامنا هلبو سعيد هم درع العمان وحمات صبيان أكبر الشيم يواب مذكور في أم الكتاب اسم المهلب من ذهب عند اللعاجم والعراب مشتت الفتنة شتات صبيان أكبر الشيم يواب في كل سيرة ننذكر والصف الأول نحتكر بالسيف ولا بالفكر هذه علوم مرخات صبيان أكبر الشيم يواب عشنا على حب الوطن وقت الرخاء ولا محن ولا أنا سر وعلن برهان لحق وثبات صبيان أكبر الشيم يواب شبابنا كلهم كفو على المعالي تكاتفوا بالهينة ما يكتفوا فيهم نحقق الأمنيات صبيان أكبر الشيم يواب العمان لبوا مقبلين أمالها وكنز ثمين للدار دوم مشرفين في مختلف المناسبات صبيان أكبر الشيم يواب راية عمان وسيرها بيدينهم تحريرها هم اللي كتبوا تقريرها من مختلف المحافظات صبيان أكبر الشيم يواب رايه ومبداها سليم تتنفذ بفكر حكيم وبفضل خلاق كريم لا ما نعرف المعجزات صبيان أكبر الشيم يواب على المواطن الاعتماد نبع
نبني دعايم الاقتصاد ونحارب أسباب الفساد بحوكمة المؤسسات صبيان يا كبار الشيعه سلطاننا رايك سديد يا هيثم العهد السعيد يالله عسى عمرك مديد في كل مانا والصفات صبيان يا كبار الشيم يواب تهناك يا دار الكرام نهضة عطاها مستدام تشهد على هذا الكلام أرقام تحكي منجزات صبيان يا كبار الشيم يواب هذا وطننا بافتخار من هرمز العز الظفار خمسين عام بازدهار امجاد ترويها الرواد صبيان يا كبار الشيم والمسلم يكبر